مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، والذي نطالع فيها أهم وآخر الأنباء والمقالات الواردة في مواقع الأخبار والصحف العربية المهتمة بالشأن اليمني. ونبدأ من أحد الموضوعات التي عادة ما تنسى في الحروب، حيث عنون موقع الشاهد نت: اليمن يفشل في جهود مكافحة غسل الأموال. وقالت التفاصيل: 6 أعوام على نفاذ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن، لا يبدو العمل بالقانون الذي صدر بمرسوم رئاسي في يناير 2010 ملموسا على أرض الواقع. ويضيف الموقع: غياب الإدارة السياسية وعدم تفعيل دور المحاكم والنيابات سبب رئيس في عدم تحقيق نتائج ملموسة من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحسب إحصائية صادرة عن وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي اليمني، تم استقبال 54 إخطارا خلال الربع الأول من العام الجاري. ورفض مسؤولون في النيابة العامة الإفصاح عن أعداد من تم توقيفهم بقضايا تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة جرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال، تحتاج إلى إمكانيات كبيرة ووحدات متخصصة للإبلاغ عن البيانات السليمة والمؤكدة. عنون موقع الموقع بوست في صفحته الرئيسية بخصوص ما حدث في تعز مؤخرا: ياسين سعيد نعمان: ما جرى في صفوف المقاومة بتعز هو صورة لحالة الارتباك العامة لكتلة الدفاع عن استعادة السلام. وقال ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى بريطانيا والأمين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني، لأنه إذا لم يعالج هذا الارتباك كمسألة بنيوية من خلال تصحيح جذري لمفهوم المقاومة ومعاركها وتضحياتها باعتبارها الفعل الوطني التاريخي لفرض السلام الذي انقلبت عليه كتلة الحرب، فإن تعز ستكون الضحية الأولى لهذا الارتباك. وأضاف ياسين: وبدلا من أن تجسد مقاومة تعز بصمودها الأسطوري وتضحياتها الكبيرة خط الدفاع الأول عن قيم المدنية التي يتصدرها السلام في كل اليمن، فإنها ستغرق في رماد الدمار الذي يريده لها الانقلابيون، معتقدا أن اليمن ستغرق كلها معها. اليمن والموقف الأمريكي. تحت هذا العنوان كتب هاشم عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، وقال الكاتب: قال كيري إن الهدف من اجتماعات جدة هو إيجاد طريقة لإيقاف العنف والحرب في اليمن. هذا في شأن الاجتماع. أما في شأن ما طرحه كيري وأثار هذه الموجة من ردود الأفعال، فإن كيري في جدة لم يقدم لا مبادرة ولا خطة، ولا قدم أفكارا متكاملة ورؤية شاملة. والأهم من ذلك، لم تكن المشاورات التي جرت برعاية ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والخطة التي توصل إليها محط إنقاذ أمريكي. السؤال: هل جاء هذا التدخل الأمريكي بعد أن استنفذت لدى المجتمع الدولي كافة محاولات إيصال طرفي الصراع إلى أرضية التوافق والوفاق؟ أم أن المجتمع الدولي بات غير قادر على استمرار احتمال ما يجري في اليمن من زهق للأرواح وهدم ودمار؟ هنا يمكن التوقف أمام مسائل عدة. الأولى: إن التحرك الأمريكي لم يأتي من فراغ. الأمريكيون لاعبون أساسيون في شأن اليمن منذ عقود مديدة، وكانوا باستمرار يولون أهمية للشأن اليمني نظرا لأهمية الموقع والمصالح والحيوية في المنطقة. الثانية: اليمن ليس بلدا وليد الساعة، وأزماته عديدة وأبرزها القضية الجنوبية بطبيعتها المتعددة. وهذا البلد له ارتباطه المصيري إقليميا وامتداده وهويته العربية، ولم يعد في عزلة عن عالمنا الدولي والإنساني، وكان إبان الحرب الباردة إحدى الجهات التي ما زالت تداعياتها ماثلة. مفتاح الحل في هذا البلد يكون بتسمية الأشياء بمسمياتها، ومن ذلك الانقلاب غير المشروع ووضع نهاية موفقة وحاسمة للحروب بالوكالة. والأهم من كل هذا عدم القفز على الأساسيات، لأن محاولة العودة إليها يكون ثمنها باهظا. والأهم تطبيق المبادرة الخليجية وقرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني.
إلى موقع التغيير نت والذي جاء فيه العديد من العناوين، بينها العميد سرحان: لن يقتصر عملنا على جبهات القتال وسنعمل مع قيادة المحافظة في تثبيت الأمن والاستقرار، وعنوان من صنعاء: مصادر عسكرية قوات الشرعية تصل إلى مشارف صنعاء، ومن العاصمة المؤقتة عدن عنوان الموقع: قوات الأمن تلقي القبض على المسؤول المالي لتنظيم القاعدة بعدن. وإلى موقع عدن تايم والذي تابع ما يحدث للجرحى القادمين من محافظة تعز إلى عدن، وعنوان الموقع: جرحى مقاومة تعز عالقون في عدن. وأفاد الموقع: ناشد عدد من جرحى المقاومة الشعبية بمحافظة تعز الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن ضغر للالتفات لهم وتوجيه المعنيين بالإسراع لإنقاذ حياتهم وتسهيل عملية السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. وقال الجرحى في مناشدتهم: إن 43 جريحا كانوا قد وصلوا إلى عدن بهدف السفر إلى جمهورية السودان الشقيق، وذلك لتلقي العلاج على نفقة الحكومة ومركز الملك سلمان، على أن يكون السفر بأسرع وقت ممكن من العاصمة عدن، إلا أنهم تفاجأوا بالتأخير والجلوس بعدن، وهو الأمر الذي جعلهم يعانون من الصعوبات والإشكالات التي ضاعفت معاناتهم النفسية نتيجة آلام الجروح العميقة التي وصلت لدى البعض إلى الحاجة لبتر الأطراف. مصيرنا القادم، تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرة مقالها المنشور في يمن مونيتور، وقالت الكاتبة: كأننا نرى مستقبل اليمن هناك في صف الدول التي تقدم فيها الخراب ونجح نجاحا باهرا. نرى مستقبل الوطن جليا في تلك الدول التي أصبح فيها الإنسان كائنا يتعرض للانقراض بالإبادة بتشكيلة إرهابية إجرامية متنوعة، تفجيرات، قصف، أحزمة ناسفة، حروب لا تنتهي، تشظ لطوائف وأقليات تأكل بعضها، وانتهاك للحق والحرية والبقاء والكرامة. ما زال الوطن في درجة أولى دماراً، وغداً رغماً عنا سيستمر الحال ويترقى حطاماً، درجات أعلى نحو الانتهاء. لقد شاهدنا تفاصيل الاحتضار في العراق أولاً، فصلاً فصلاً ومشهداً مشهداً، حتى انتهى العراق الحبيب. والآن كأننا نرى يمننا يرافق سوريا دماراً، وإن تعمقت سوريا بؤساً وشقاء، فها قد بدأ الجلاء والتطهير والإبادة لتعرية الوطن من سكانه. هي لوحة تدميرية مرسومة ونحن نعيش تفاصيلها فقط. هي خارطة جديدة ترسم بالدم والألم. فهل نسير وفق الخط المرسوم؟ هل نترك الوطن ليلتحق بركب الدول التي ضاعت من أهلها؟ ليتنا نفيق ونقطع الطريق على الخراب وندفنه في منتصف الزمن قبل أن نخرج خارج هذا الزمن كأمة وكبشر. فمن الذي أجرم في حقك يا وطن؟ هل هو تخاذلنا في البدايات؟ أم أنه قبولنا بالنهايات والمفاوضات؟ ذلك المستنقع الآسن. وهل سننجو؟ أم أن مكاننا محجوز في صفوف الخراب منذ زمن؟ وهل تظن قوى التحالف أنها بعيدة عن نفس المصير؟ أم أنها قصة الأثوار تتكرر كل مرة؟ ليتنا نفيق يا وطن، ولا نسير في نفس الطريق. ليتنا نفيق. إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنون في صدر صفحته الأولى: الحكومة اليمنية تطلب من السلطات العراقية إيضاح موقفها من المجلس السياسي الذي أعلنه الإنقلابيون. وفي تفاصيل الخبر: طلبت الحكومة اليمنية السلطات العراقية بتوضيح الموقف الرسمي المتعلق باستقبالها وفد ميليشيا الحوثي الإنقلابية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر مسؤول في مجلس الوزراء قوله: إن غموض الموقف العراقي الرسمي تجاه استقبال وفد ميليشيا الحوثي والسكوت عن الترويج الإعلامي لهذا الوفد عقب لقاءاته بمسؤولين عراقيين في بغداد حول اعتراف الحكومة العراقية بالمجلس السياسي للإنقلابيين يستدعي من الرئاسة والحكومة العراقية إصدار توضيح عاجل حيال هذا الأمر. وأكد المصدر أن جمهورية العراق ومن خلال عضويتها في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة سندت الإجماع العربي والدولي المؤيد لإنهاء الانقلاب وعودة الحكومة اليمنية الشرعية.
موقع يمن مونيتور عنوان: جنود الأمن في عدن يتدافعون من أجل الرواتب بعد احتمال عدم صرفها. وفي التفاصيل يقول الموقع: رفض منتصبو وزارة الداخلية اليمنية الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء تحذيرات من قبل الوزارة بعدم التجمهر أمام بوابات المكاتب بالعاصمة اليمنية صنعاء أثناء انتظارهم لرواتبهم، خوفا من انعدام ما تبقى من سيولة في البريد. وقال أحد منتسبي وزارة الداخلية أثناء تواجده أمام بريد التحرير: ليس لدينا خيار آخر غير الانتظار لساعات طويلة أملا في الحصول على راتب الشهر الماضي، لأنه ليس لدينا غيره لقضاء مصاريف عيد الأضحى المبارك. ونقل مراسل يمن مونيتور عن نداءات وجهتها ما يعرف سابقا باللجان الثورية التابعة بولائها لجماعة الحوثي إلى أفراد منتسبي الداخلية بالتفرق وعدم التجمهر، إلا أنها قوبلت بالرفض والإصرار على التدافع والتجمهر أمام البوابات. قبل الانتقال إلى ما قالته الصحف العربية لهذا اليوم، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود اللقاء بكم مشاهدينا الكرام ونطالع أبرز وأهم ما قالته الصحف العربية الصادرة اليوم، والبداية من العربي الجديد والتي خصصت إحدى صفحاتها للحديث عن المآسي التي تعانيها مدينة صعدة. وقالت الصحيفة: صعدة اليمنية ضحية الحرب والحوثيين. ولصعوبة الوصول إلى هذه المدينة اكتفت الصحيفة بالاستناد إلى ما قاله سكان نزحوا من صعدة إلى العاصمة صنعاء وتحدثوا إلى العربي الجديد، مؤكدين أن دمارا واسعا طال المناطق الحدودية جراء الغارات الجوية، مضافا إليها القصف المدفعي والصاروخي من قبل القوات السعودية على الحدود في مقابل هجمات صاروخية ومدفعية من قبل الحوثيين وحلفائهم من الجانب اليمني. ووفقا لمصادر محلية أخرى تابعة للحوثيين، نفذ التحالف أخيرا عددا كبيرا من الغارات الجوية وصلت إلى المئات وتركزت في المناطق الحدودية بعدما صعد الحوثيون هجماتهم باتجاه السعودية، وأبرزها الحدود مع منطقة نجران السعودية بالإضافة إلى عسير وجيزان. تتابع صحيفة العربي الجديد: على الرغم من الضربات الجوية المكثفة التي جعلت صعدة محافظة منكوبة في مراحل سابقة خلال الحرب، إلى أن المحافظة لا تزال منطلقا لتحركات الحوثيين، بما يعكس استعدادات الجماعة وتحصينها لتلك المناطق. وفي المقابل فاقب هذا الأمر معاناة سكان المحافظة البالغ عددهم ما يقرب من 1 مليون نسمة، في حين أن الآلاف من الأسر فقدت أبناءها سواء من المقاتلين إلى جانب الحوثيين أو ضحايا مدنيين خلال الحرب الأخيرة وما سبقتها من حروب بين الحكومة والجماعة. صحيفة القدس العربي تابعت الأوضاع التي يعيشها الصحفيون في اليمن باعتبارهم من أكثر الفئات المعرضة للخطر. وقالت الصحيفة: الصحفيون اليمنيون يقعون فريسة الحرب المجنونة ويسقطون ضحايا منسيين. وقالت القدس: إن الصحفيين اليمنيين فقدوا كل شيء إلا أقلامهم وعدسات كاميراتهم. وقالت مصادر حقوقية: العديد من الصحفيين اليمنيين دفعوا حياتهم ثمنا لمهنة البحث عن الحقيقة، وبعضهم فقدوا حريتهم منذ أكثر من عام ونصف منذ بداية هذه الحرب الشعواء، في حين أضاع كثيرون حقوقهم ومصالحهم وشردوا في كل حدب وصوب داخليا وخارجيا. وقالت الصحيفة: مع أن الصحفيين اليمنيين كانوا في مقدمة الضحايا لهذه الحرب ومعاناتهم كانت شديدة ومؤلمة، غير أن قضيتهم ما زالت منسية ولم يلتفت لها أحد ولم يهتم بها أي طرف، رغم أنهم لاعبون رئيسيون في معركة الحصول على المعلومة وعلى الحقيقة الغائبة. صحيفة الشرق الأوسط عنونت في إحدى موضوعاتها عن اليمن: مصادر يمنية تؤكد سعي الانقلابيين لإحالة 74,000 موظف إلى التقاعد. كشفت مصادر مطلعة للشرق الأوسط في صنعاء أن الميليشيا الانقلابية سعت لإحالة نحو 74,000 موظف مدني وعسكري من المحافظات الجنوبية إلى التقاعد قبل تدخل وسطاء
لوقف تنفيذ هذا القرار. وأكد وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني الأسبق غالب مطلق صدور القرار، وكشف مطلق للشرق الأوسط عن اجتماع ضم أعضاء البرلمان والحكومة الموالين للانقلابيين في مقر البرلمان اليمني بالعاصمة صنعاء، وتمت فيه مناقشة تبعات القرار الذي قال الوزير السابق إنه سيقضي على آخر خيوط التواصل بين المحافظات الجنوبية والمركز صنعاء، لافتا إلى تأجيل البت في الإحالة إلى التقاعد حتى انتهاء الحرب. واعتبر الوزير مطلق تصرف الانقلابيين تعسفيا بحق شريحة واسعة من الموظفين الذين ينبغي ألا يتم معاملتهم وفق منظور أحادي لطرفي الصراع المسلح. لم تعد للعرب فرصة بعد القرن العشرين. تحت هذا العنوان كتب مالك التريكي مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي، وقال الكاتب: في سبعينيات القرن العشرين طرح الكاتب هشام بقمرة الذي يبدو أنه لم يعد يتذكره أحدنا الآن حتى في بلاده تونس فرضية الإرهاق الحضاري في محاولة لتفسير عدم قدرة العرب على التجدد الذاتي واستئناف الفعل التاريخي، ناهيك عن استئناف رسالتهم الثقافية أو الحضارية إلى العالمين. وإذا كان المقصود أن الإنهاك أخذ من العرب ما أخذه بعد أكثر من قرنين من الصراع مع القوى الاستعمارية الكبرى، وبعد أكثر من 5 قرون من الاستبداد السياسي وتوقف دورة الإنتاج العلمي، علاوة على ما سبق تلك القرون من تعاقب غزوات المغول والتتار وحملات الإفرنج التي شاع تسميتها بالحملات الصليبية، فإن للفرضية وجها معقولا، بل إنه يجوز القول إن الإرهاق أو الإنهاك ليس مجرد فرضية بل واقع تاريخي قابل للملاحظة. ولكن هل يمكن لواقع الإرهاق أو الإنهاك أن يبلغ مبلغ العامل التفسيري ولو ضمن عوامل أخرى لوضع العربي منذ بداية الثلث الأخير من القرن العشرين، أي منذ هزيمة 1967 الساحقة النكراء التي حولها الخطاب الأيديولوجي السائد إلى مجرد نكسة حتى اليوم؟ تحول دون هذا التعليل اعتبارات متعددة، لعل أبرزها أن هنالك أمما عانت طول الاستعمار مثل الهند أو طول الإذلال مثل الصين، ولكن الإرهاق الحضاري لم يجعل منها فريسة للعجز التاريخي، بل على العكس، حيث أن من أهم بواعث النهضة الصينية أن لدى القيادة والشعب إرادة مشتركة في غسل أثر المذلة التاريخية التي فرضتها الإمبريالية الغربية على هذه الأمة العريقة. صحيفة الاتحاد الإماراتية عنونت في إحدى صفحاتها: الحوثيون يختطفون طفلين في البيضاء. وقالت الصحيفة إن ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اختطفت طفلين في قيفة رداع في محافظة البيضاء. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء اليمنية إن الميليشيات هاجمت مزارع القات في مديرية القريشية التابعة لقيفة رداع وأطلقت النار على حراس المزارع بمختلف الأسلحة، ثم قامت باختطاف الطفلين عبد الله مفتاح وصقر زيد البالغ عمرهما 13 عاما ونقلتهما إلى جهة مجهولة. وأضافت المصادر أن الميليشيا نقضت الاتفاقات الموقعة بينها وبين الأهالي لوقف المواجهات مقابل انسحاب الميليشيا من مداخل القرية والتزامها عدم قصف منازل وممتلكات المواطنين، مشيرة إلى أن اختطاف الطفلين لاقى استنكارا واسعا لدى أبناء القبائل في المحافظة. صحيفة الخليج الإماراتية تابعت إحدى جبهات القتال وعنونت: الجيش يعزز جبهة الصبيحة بآليات عسكرية. قال مصدر عسكري أن تعزيزات عسكرية ضخمة اتجهت إلى قاعدة العند بلحج لدعم جبهة كرش بمديرية طور الباحة. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه للخليج أن العديد من الدبابات والمدرعات اتجهت في وقت متأخر من مساء أول أمس الجمعة صوب قاعدة العند شمال محافظة لحج في طريقها لتعزيز بعض المواقع العسكرية، خاصة المواقع بين مديريتي
طور الباحة في محافظة لحج وحيفان بمحافظة تعز. وفي السياق نفسه ذكر شهود عيان في مدينة الحوطة بلحج أن دبابات ومدرعات تم مشاهدتها وهي تمر في الخط العام للمدينة، حيث تم منع الدراجات النارية والسيارات من السير في الطريق إلا بعد مرور التعزيزات العسكرية ووصولها إلى قاعدة العند الاستراتيجية. ماذا يقرأ هؤلاء؟ تحت هذا العنوان كتب معن البياري مقاله المنشور في العربي الجديد وتساءل ما هي الكتب التي يقرأها الرؤساء العرب؟ وقال معن: ما الذي يستثير الرغبة في معرفة ما يقرأ أصحاب الفخامة والعرب والتيقن من مستوى ثقافتهم العامة في التاريخ وعلوم السياسة والأدب؟ لا يتعلق الأمر بالنزعة الشعبية إلى تسقط أخبار النجوم والمشاهير، وإنما هي بصدد الرؤساء والحكام العرب الميامين الأموات منهم والراهنون لاستكشاف ما يمكن أن تحدثه الثقافة اتساعها أو ضمورها لدى هؤلاء من أثر في الأداء والقيادة. ومن ذلك أن شخصا اسمه بشار الأسد لا يجوز أن يكون رئيسا ما دام يسأل في مقابلة تلفزيونية بشأن موقف لبرهان جيليون فيرد أنه لم يسمع بهذا الاسم، وهو الذي قال من جالسه أنه يزدر المثقفين ويعتبرهم ثرثارين لا لزوم لهم. والأرجح أن الجريدة البيروتية الموالية له كذبت لما كتبت أنه ينهي يومه بقراءة كتب بالإنجليزية صدرت حديثا موضوعة جنب سريره. تنشر أخبار رسمية وبانتظام عما يقرأ رؤساء أمريكا من كتب في عطلاتهم وأوقاتهم الخاصة، وربما مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي يتآتى لك أن تقع على ما يقرأ رؤساؤها أو لا يقرؤون، من قبيل ما كتبه هيكل عن عبد الناصر أو السادات: رئيس يقرأ حتى ما ليس ضروريا أن يقرأه، ورئيس لا يقرأ حتى ما تقتضي الضرورة أن يقرأه. وعن المغرب يكتب إيريك لوران أن الحسن الثاني كان يقرأ الكتب على مراحل لأنه كان سريع الملل. وبالعودة إلى السيسي، أهداه أخيرا الروائي شريف عبد الهادي روايته أبابيل، وفي تقديمها: إذا ضاع العدل انهار كل شيء. هل سيقرأها؟ مجموعة من رسوم الكاريكاتير نختم بها حلقتنا، إلى اللقاء بحول الله.